احنا بالنسبة لنا في مصر قلنا عندنا خطوط حمراء. مين رسم هذه الخطوط؟ نحن في مصر رسمنا خطوطا حمراء لأمننا القومي في كل الاتجاهات. الأمن القومي المصري في الناحية الغربية كان وضعه الرئيس يوم 20 يونيو وقال إنه سرة الجفرة خط أحمر. خط أحمر بالنسبة لنا، خط أحمر. نشوف الرئيس. إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سرة الجفرة، ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر. الرئيس قال سرة الجفرة الخط ده بالنسبة لنا في مصر خط أحمر، قضي الأمر. ده يوم 20، والرئيس قال للجيش وقال للقوات وقال للقادة استعدوا لأي مهمة في الداخل أو في الخارج. كلام كان واضح وعلى الهواء مباشرة.